الذي استخلص الحمد لنفسه واستوجبه على جميع خلقه أحمده وأشكره على ما أنعم به مما لا يحصيه غيره، وأتوكل عليه توكل المستسلم لقدرته المتبرئ من الحول والقوة إلا به. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد شهادة لا يشوبها شك أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خاتم رسله وأمينه على وحيه، أكمل به الدين وتمم به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون والمسلمات، حديثنا اليوم عن البشارة والفرح ببلوغ شهر رمضان. والبشارة هي الخبر بما يسر، سميت بذلك لظهور السرور في بشرة وجه من بشر. وليس في كثير من أخبار الدنيا ما يسر ويفرح إلا أن يبشر المرء باستهلال شهر رمضان. ولما كان بلوغ رمضان من أعظم ما يبشر به المسلم ويهنأ به، فقد كان أول المهنئين ببلوغ شهر رمضان هو سيد سادات البشر صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه فقال: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير. وها نحن اليوم نبشركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن بلوغ شهر رمضان وإدراكه نعمة دينية. وقد قال العلماء: حديث أبي هريرة أصل في تبشير الناس وتهنئة الناس بعضهم بعضاً بقدوم شهر رمضان، بل هو أولى ما يهنأ به. قال ابن رجب رضي الله عنه في لطائف العبادات: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ نعم، أن للمسلم بزمان يشبه زمان شهر القرآن. لذلك كان الفرح ببلوغه وإدراك نعمة الله فيه هو الفرح الحقيقي. فقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم وبالقرآن الذي علمكم فبذلك فليفرحوا. يعني إن كان فرح بشيء فبهما فليفرح المؤمنون. وفي رمضان يزداد الإيمان بالصيام، ويرتل القرآن، ويتقرب بنوافل العبادات والصدقات، فهو أحق نعم الإسلام بالفرح والسرور. وفي ذلك يقول ابن رجب:
بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث ذكره هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلاً من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعاً، أي أسلما معاً، فكان أحدهما أشد اجتهاداً من الآخر، فغزا المجتهد منهما واستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنه لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهاداً ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أرأيت ماذا يعني أنك عمرت حتى أدركت رمضان فصمت وحفظت لرمضان حدوده وصليت وذكرت الله تعالى؟ لا أحد أفضل منك إن مت يوم تموت على هذا. وفي سنن النسائي من حديث طلحة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. إخواني وأخواتي، وكما أن الفرح والسرور حليف من قبل البشرى برمضان فصام وصلى، فإن الغم والعبوس على من أعرض فشقي بفوات موسم الرحمة. ومما يدل لذلك ما رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحضر رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة فيه خير يغشيكم الله فيه، فتنزل الرحمة وتحط الخطايا ويستجاب فيه الدعاء، فينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. فهيا من الآن يا أهل الطاعة كاتبوا عن أنفسكم في جند رمضان، وأقبلوا على طلب خيراته بالصيام والقيام والذكر والصدقة. وأنتم يا من استرقتهم الذنوب وأزرت بهم العيوب ووقفت بهم المعايب في سوق الرقيق، استغلوا فرصة زمان رمضان وبادروا برفع أيديكم في ظلام الليل، ولا تقنطوا من رحمة الحنان المنان. ومما يحفِّذ الهمم ويدعو إلى التفاؤل والأمل ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار، وأن يوفقنا لحفظ حدود شهر الصيام، وأن يوفقنا وإياكم إلى صيام شهرنا هذا خير صيام، وقيامه خير قيام، أن نكون ممن كتب له أجره ونوافله قبل أن يدخل، وأن يجعله رمضان خير وأمن وإيمان وسلام وإسلام على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.